نعود إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، يقول إن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق غير مقبولة على الإطلاق، وذلك في زيارة خاطفة إلى بغداد. للمزيد حول هذه التصريحات التي خرجت عن وزير الخارجية الأمريكي ينضم إلينا من بغداد مجددا مراسلنا مصطفى سلمان. مصطفى، هل من جديد وأي تصريحات جديدة؟ أي تمام مصطفى، هل تسمعني؟ أسمعك الآن جيدا، لم أسمع السؤال واضحا. كنت أسألك إذا كان هنالك أي جديد بخصوص أي تصريحات. كان هنالك تصريح خرج عن بلينكين قبل قليل حول هذه الزيارة إلى بغداد. نعم، يعني بداية زيارة بلينكين كانت تحيط بها سرية كبيرة جدا، خصوصا وأن الزيارة استبقتها تهديدات من قبل فصائل عراقية. المؤتمر الصحفي الذي عقده بلينكين في السفارة الأمريكية في بغداد يشير إلى أن هذه الزيارة كانت سرية جدا، التقى فيها رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني. وبحسب المؤتمر الذي عقد أيضا، فإن بلينكين ناقش ثلاثة ملفات رئيسية. الأول يتعلق بتكرار الاستهدافات على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وأيضا إرسال رسائل إلى طهران، خصوصا وأن رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني يستعد يوم غد لإجراء زيارة أو جولة إقليمية تبدأ من طهران وتنتهي بعدد من الدول الخليجية لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. أيضا بلينكين على ما يبدو أنه أرسل رسائل مبطنة إلى العراق، يشير فيها إلى أن تكرار الهجمات على القواعد العسكرية الأمريكية بالطائرات المسيرة والصواريخ سيلحق ضررا في العراق، وأن على الحكومة العراقية الوقوف بشكل حازم مع الجماعات أو الفصائل العراقية المسلحة التي تستهدف هذه القواعد بشكل مستمر وتعلن المسؤولية بشكل واضح، خصوصا وأن الحكومة العراقية هي من حكومة الإطار التنسيقي، وهذا الإطار هو في نهاية الأمر قريب من إيران وعلى مقربة أو على اتصال مع هذه الفصائل. مصطفى، كان معنا مستشار رئيس الحكومة قبل قليل حسين علاوي، تحدث بأن هذه الزيارة هي معلنة وغير سرية وكانت غير مفاجئة بل مرتب لها. بالتالي يعني الموقف العراقي من ذلك، وهل هذا يعني بأنه ربما كان محضر إليها وهنالك نقاط يتم الحديث عنها أو التوافق بها إذا كانت هي معلنة ورؤيتها واضحة كما أيضا كان يتحدث إلينا؟ نعم، دعيني أشير بداية إلى أن الزيارة كانت معلنة منذ يوم أمس، وكان من المقرر أن يصل بلينكين إلى العراق منذ الساعة 8:30 صباح اليوم، لكن يوم أمس ظهر أو صدر تهديد واضح من فصيل عراقي قال أن زيارة بلينكين غير مرحب بها وأنها ستستهدف، وبعد ذلك تم تأجيل الزيارة. وبحسب معلومات من وزارة الخارجية العراقية فإن الزيارة لم تكن مجدولة على ضمن أجندة جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المنطقة، لكن أجلت بعد ذلك بعد إعلان عن وصول بلينكين إلى بغداد إلى ظهر اليوم، وأيضا أجلت بعد ذلك إلى المغرب من اليوم. ووصول بلينكين إلى بغداد كان سريا ولم يستقبل بشكل رسمي كما يعلن في مع وصول رؤساء الوزراء من دول أخرى، والتقى رئيس الوزراء بشكل سري أيضا لمدة ساعة وأكثر بقليل، وعقد مؤتمر صحفي بشكل سريع داخل السفارة الأمريكية، وأيضا لم يتم استدعاء الصحفيين بل جيء بالصحفيين في نفس الطائرة التي تقل بلينكين إلى بغداد. عن موقف الحكومة العراقية قال إنه تحدث بشكل صريح وواضح مع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني بشأن تكرار الهجمات على القواعد العسكرية في العراق، وأن رئيس الوزراء العراقي قد أوضح قبل مدة من الآن في بيان أن موقف العراق هو بالضد من استهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، وأن الحكومة العراقية تعمل على وقف هذه الهجمات المتكررة، لكن هناك فصائل عراقية هي أيضا ربما تتبع لجهات داخل الإطار التنسيقي المشارك في تشكيل الحكومة العراقية قد أبدت موقفا معارضا للتواجد الأمريكي، وهي تعلن بصراحة
بشكل مستمر على أنها تستهدف هذه القواعد استمراراً لما يجري في قطاع غزة، وأن وقف القصف على غزة هو من سيوقف هذه العمليات على القواعد العسكرية الأمريكية. هناك فصائل عراقية مسلحة أيضاً قالت إنها اتخذت قراراً مغايراً ومختلفاً لقرار الحكومة، وأنها ستعمل على استخدام القوة والسلاح في إخراج هذه القوات واستهداف القواعد بشكل مستمر. يعني نتابع أيضاً مصطفى على مواقع محلية عراقية، هنالك حديث دعوات للصدر يقول على الأخوة التوجه إلى ساحة التحرير فوراً للتنديداً بزيارة وزير الخارجية الأمريكي. هذا ما كنت أيضاً تتحدث عنه قبل قليل، بأن هنالك حراك ربما الإطار التنسيقي، هنالك تحرك سياسي، هل هنالك تطورات يمكن أن نشهدها؟ يعني دعيني أشير إلى أن التيار الصدري هو غير الإطار التنسيقي. نعم. الإطار التنسيقي هناك فيه فصائل تدعى بفصائل المقاومة وهي قريبة من إيران، أما التيار الصدري فمقتدى الصدر في وقت سابق كان قد دعا إلى ترحيل السفارة الأمريكية من بغداد، ووجه رسالة واضحة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني وإلى البرلمان العراقي بضرورة توجيه دعوة إلى السفارة الأمريكية بمغادرة العراق فوراً كإبداء موقف مجانب أو موقف مع السكان في قطاع غزة. الزيارة بلينكن إلى بغداد فيها تحديات كبيرة سواء على مستوى مقتدى الصدر أو التيار الصدري في العراق، وعلى مستوى الفصائل العراقية التي استبقت يوم أمس زيارة بلينكن بتهديد صريح وواضح، وقالت إنها ستعمل على استهداف هذه الزيارة وهي لن تسمح بها، وأن زيارة بلينكن غير مرحب بها، خصوصا وأن الولايات المتحدة ومواقف بلينكن وتصريحاته في وقت سابق ضد الفلسطينيين كانت واضحة، خصوصا وأنه تحدث بشكل ديني مع في كل المؤتمرات وقال إنه يقف إلى جانب إسرائيل في حق الدفاع عن النفس، بينما لم يتحدث عن حق الفلسطينيين في العيش وبناء دولة. موقف الصدر هذه المرة من زيارة بلينكن هو بمثابة التحدي للفصائل العراقية والصدر الذي يرفض أيضا التواجد السفارة الأمريكية في عموم العراق. الساعات المقبلة ربما ستشهد تصعيد حول هذه الزيارة، وربما أيضا القواعد العسكرية ستشهد استهدافات أكبر من الاستهدافات السابقة التي كانت تشهدها خلال الأيام أو الأسابيع الماضية، وهي أيضا تعتبر تحدي بالنسبة لبلينكين لما جاء يحمله في جعبته من تهديدات واضحة إلى إيران من استمرار دعم الفصائل المسلحة في العراق بالطائرات المسيرة والصواريخ، وأيضا تهديد مبطن إلى العراق بأن هذه الاستهدافات ستنعكس سلبا على الوضع العام في عموم العراق، وعلى ربما يعني رئيس الوزراء العراقي محمد الشاع السوداني سيحمل هذه الملفات يوم غد إلى طهران التي يستهل فيها الزيارة، ثم بعد ذلك يتجه إلى الخليج. أشكرك مصطفى سلمان على كل هذه المعلومات، وطبعا ستبقى معنا في سياق هذه التغطية في حال أي جديد.